نعم. فصل: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية. نعم، من مصائد الشيطان لبني آدم الغنى والطرب، الغنى والطرب، ظل به كثير من الناس يسمونها الآن فن من الفنون، ويجعلون له حفلات، ويجعلون له يعني يجعلون له جوائز، ويجعلون، وهو موت القلوب ومرض القلوب. ويتركون القرآن، يتركون القرآن ويذهبون إلى الأغاني والمزامير. غنى قرآن الشيطان هي الأغاني والمزامير، والوحي المنزل هو قرآن الله سبحانه وتعالى. فيعرضون عن قرآن الله إلى قرآن الشيطان، هذه طريقتهم. نعم. ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية. المكاء والتصدية اللي هو الغناء والطرب والتصفيق.